الحمد لله. جاء رجل إلى الإمام أحمد في مجلسه فقال يا أبا عبد الله إني اغتبتك فاجعلني في حل. فقال له الإمام أحمد: أنت في حل ما لم تعد. انظروا إلى فقه العلماء وقلوبهم الطيبة. فهو سامح وجعله في حل، لكنه أراد تربيته فاشترط أن لا يعود إلى المعصية. حتى لا تكون المسامحه مشجعه على العوده نسال الله الفقه في الدين